لازم محتاجين رعاية كويسة جدا، والبيت محتاج رعاية وجوزي محتاج رعاية، فأنا مش هينفع أروح بصراحة على رفع أثقال وأوازن ما بين الاتنين. الموضوع صعب قوي قوي بالنسبة لي. مش ممكن طول الليل علشان مثلا نور صحي وعيط تعبانين واضحين عند الدكتور في اكل بيتعمل. ولما اتجوزت وجبت سيف ونور قلت لا لا، يعني هما مليون الف ميداليه اولمبيه، يعني هما حاجه تانية. كفايه الضحكه لما بيضحكوا ولما بيعيطوا، كل تفصيله معاهم مختلفه تماما عن اي ميداليه اولمبيه، بس هما عندي احسن حاجه. على تدريب موضوع كابتن سلطان بدأ معايا، احنا تعرفنا في 2011، كان في اولها كان لسه داخل المعسكر ما كنتش عارفه خالص، وبعد كده اتخطبنا في اخر 2011، بعد كده اتجوزنا 2014. دلوقتي هو اللي بيتمرن، انا خلاص ما بتمرنش خالص، وانا نفسي ان شاء الله يحقق اللي هو ما عرفش يحققه قبل كده، ودايما واقفين في ظهره انا وسيف ونور.